وطفات فوقه سفينة وجدي تحمل الهام والأسى أشكالا عصفت في شراعها وهو نار عاصفات الظنا صبا وشمالا وسمعت الضوضاء من كل فج كل لحن يهيج الإعوال قلت ماذا قلت ماذا أرى أميمة قالت جاء عاشور قلت ماذا أرى أميمة فقالت جاء عاشور واستهل الهلال قلت ماذا علي منه فقالت ويك جدد لحزن السربالة أي ولدي هل اتمامها قال لقوم ما اكتفوا بالنفوس بذلا إلى أين تبعت النساء والأطفال كزينب عليه السلام أصبحت والعدو أصبح يدعو أصبحت والعدو أصبح يدعو اخلع العيد والبس الإذلال صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا ولسان حال الزهراء يحسي عين يبني من نرى الطيبة عني يا حسي يا عين يا ابني من نار طابت عني يا حسي يا عين لازم يا ابو السجاد إلك نعتني ونقصي ونزور يا ابن مصرعك ساعات وين ريقي ما قلك اقعد وين
تقعد وانت بلا راس وبلا كفيا ظل لازم يا ابو السجاد لك نعتني ونقصي ونزور يا ابني مصرعك ساعات وين ما اقول لك اقعد وين تقدر بعد تقعي وانت بلا راس وبلا شفيا ظل يا ابني بهذه التضحية دينك الغالي نلت الشرف والفضل والعز والمعالي ترى ما لي حساب وياك عن سهر الليالي ولا قوة مثل من تدول اش كثر لعلي لأن أول زائر إلى الحسين هي الزهراء برفقة أبيها وتخاطب الابنها تقول له اقعد شوف جدك قاعد حذالك اقعد شوف جدك قاعد حذالك يصيح بصوت يا ابن الصاير بحالك يا ابني من قطع يمناك وشمالك يا ابني شلون صدرك خيال داس النار أنا يا الوالد أنا الوالد أنا الوالد يا الولد يا ابني أنا الوالد والقلب والهان أنا وأدور عزبني وين ما كان جسم ذبيح جسم طريح وما له كفان وتلعب عليه الخيل يقولون الرواة لما نظر الزينب إلى أولئك الأوغاد عندما جاءوا لرض صدر الحسين فتحت باعها بين يدي الحسين أي وقفت أمام الخيال الصيح يا خيول المغيرة اعتنيني وبدال خير رضيني رضيني على حسين ما يبطل ونيني ونيني يا نعت على ابوي ما يجيني لكن يقولون عندما ثارت الغبره لم تر زينب ماذا صنع أولئك القوم صاحت أريد أنشد الخيال المجبلين اللعبة على ابن أم ميادي بعد يولى بطل